طبعا احنا بيهمنا كثير اهلنا السوريين المرضى سواء كانوا بسوريا او تركيا، نحقق احسن خدمه تقدم لهم وبوقت مناسب. حقيقه بعض الخدمات الصحيه في تركيا قد تكون خاصه الحالات البارده تحتاج الى زمن طويل او قد لا تقدم بالمشافي الحكومي المجاني. بالتنسيق مع جميع الشركاء والمنظمات العامله في تركيا نقوم بتامين احتياج هؤلاء المرضى اجراء العمليات، واحد هذه الوفود هو حاليا وفد من السعوديه، اطباء سعوديين متطوعين قدموا الى ولايه هتا لاجراء عمليات في الحالات البارده في الجراحه العامه والبوليه، وتم التنسيق مع اهلنا الموجودين ونشر الاعلانات بهدف تقديم الخدمه لهم مجانا ضمن المشافي التركي بالتنسيق مع منظمه الامين. الحقيقه ايضا في وقت قريب ان شاء الله سيتم ادخال بعض المرضى من داخل سوريا لهنا لاجراء مثل هذه العمليات، وخاصه الحالات النوعيه مثل مرضى الحلزون وايضا مرضى السرطانات اللي بحاجه لجراحات معقده، سيتم ادخالهم الى تركيا ويمكن اجراء العمليات ان شاء الله بالتنسيق مع السلطات التركيه والصحه التركيه في ولايه غازي عنتاب لتامين خدمات نوعيه مميزه ان شاء الله، والعمل مستمر على تحقيق كل هذه الخدمات الغير متوفره في الداخل وتقديم خدمه افضل لاهلنا ومرضانا السوريين. طبعا هي التكمله لسلسله من الخدمات اللي عم نقدمها هون لاهلنا الموجودين سواء كانوا بالريحانيه او سواء كانوا الموجودين بسوريا بشكل عام، حتى المتواجدين بتركيا مو بس بالريحانيه. الخدمات اللي بنقدمها دائما هي خدمات نوعيه. التنسيق هو بين منظمه الامين وبين مركز الملك سلمان قسم المتطوعين. اللي عم يجوا لهون الاطباء مختصين طبعا، اخصائيين متطوعين سواء كان مختلف الاختصاصات. اليوم في عنا جراحة عامة وجراحة بولية، سابقا كان في جراحة عظمية، في المستقبل رح تجي كمان عمليات نوعية حقيقة بحاجة لها، نحن بأشد الحاجة لها، واللي مسجلين عليها مسجلين من زمان الحمد لله توفقنا. يعني مثل ما شايفين الناس هون سعيدة جدا انه هالخدمة هي اجتهم ومجاني، سواء كان المعاينات، التحليل، العمليات. يوميا من 10 إلى 15 عملية مختلفة بين معقدة وبين بسيطة. الحمد لله نحن يعني أشخاص بمنظمة الأمين سعيدين جدا بالعمل اللي عم نقوم فيه، ونفس نفس الشيء المتطوعين اللي جايين من المملكة العربية السعودية كمان سعيدين بالخدمات اللي عم نقدمها للناس اللي حقيقة تحتاجها.